أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم أمين. أما بعد، الحمد لله kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan lorongan untuk terus berada dalam majlis pembacaan Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Setelah hampir setiap hari kita bertemu untuk sama-sama kita menghadiri majlis pembacaan Sahih Al-Imam Al-Bukhari, dan dengan izin Allah kita telah pun melepasi setengah daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Moga-moga ini petanda bahawa Allah Azza wa Jalla akan menerima doa kita semua. Allahumma amin. Untuk Amin. diangkat wabak COVID-19 daripada bumi Malaysia, daripada Asia Tenggara, daripada dunia Islam dan daripada dunia seluruhnya. Allahumma amin. Biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita akan berada di muka surat 924, iaitu pada bab yang ke-21, pada hadis yang ke-4640 insya-Allah subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم. باب: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. بإسنادنا المتصل إلى سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بدزبة البخاري الجعفي رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلاميذته وقراء صحيحه وسائر مصنفاته وشراحها، اللهم آمين. قال رحمه الله سبحانه وتعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إلا المستضعفين، قال: كانت أمي ممن عذر الله. باب: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعن به قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. باب: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. قال عبد الرحمن ابن عوف قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه: كان جريحا. لا لا لا، أخطأت في القراءة. قال عبد الرحمن ابن عوف: كان جريحا. باب قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. وعن به قال
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا، فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية. باب: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شقاق تفاسد. وأحضرت الأنفس الشح، هواه في شيء يحرص عليه كالمعلقة، لا هي أيم ولا ذات زوج. نشوزا بغضا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت الرجل قالت بل قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية في ذلك. باب: إن المنافقين في الدرك الأسفل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أسفل النار نفق سربا. وعن أبي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود قال: كنا في حلقة عبد الله رضي الله تعالى عنه، فجاء حذيفة رضي الله تعالى عنه حتى قام علينا فسلم، ثم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود: سبحان الله، إن الله يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله رضي الله تعالى عنه، وجلس حذيفة رضي الله تعالى عنه في ناحية المسجد، فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني بالحصى فأتيته، فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، ولقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. باب قوله: إنا أوحينا إليك، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قوله: ويونس وهارون وسليمان. وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وعن أبي قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. باب: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. والكلالة من لم يرثه أب أو ابن، وهو مصدر من تكلله النسب. وعنه به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك سورة المائدة. باب: حرم واحدها حرام.
فبما نقضهم بنقضهم التي كتب الله جعل الله تبوء تحمل دائرة دولة. وقال غيره: الإغراء التسليط، أجورهن مهورهن، المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. باب قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مخمصة مجاع. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزلت يوم عرفة، وإنا والله بعرفة. قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا. اليوم أكملت لكم دينكم. باب قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا تعمدوا. عمدين. أمنت وتيممت واحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لمستم وتمسوهن، واللاتي دخلتم بهن، والإفضاء النكاح. وعن أبي قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة رضي الله عنها؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معه ماء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فعاتبني أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ بل يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا. أقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة، فبالموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أوجعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء، ثم فلم يوجد، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. فقال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه: لقد بارك الله للناس فيكم،
يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم. باب قوله فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. سيلكو سأجيبه سيلة تلبيه مسأل. خير. وبي إليه قال باب قوله فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وعن أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد حا قال وحدثني حمدان بن عمر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال المقداد رضي الله عنه يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد رضي الله عنه قال أن المقداد رضي الله عنه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب إنما جزاء الذين يحاربون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى قوله أو ينفون من الأرض. أو ينفوا من الأرض. أو ينفوا من الأرض. المحاربة لله المحاربة لله الكفر به. وعن أبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا قد أقادت بها الخلفاء. فالتفت إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره فقال ما تقول يا عبد الله بن زيد؟ أو قال ما تقول يا أبا قلابة؟ قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عنبسة حدثنا أنس رضي الله عنه بكذا وكذا فقال عنبسة حدثنا أنس بكذا وكذا قلت إياي. حدث أنس رضي الله عنه قال قدم قوم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلموه فقالوا قد استوخمنا هذه الأرض. فقال هذه نعم لنا تخرج فقال هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستصحوا ومالوا على الراعي فقتلوه واطردوا النعم. فما يستبطأ من هؤلاء قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سبحان الله. فقلت تتهمني؟ قال حدثنا بهذا أنس رضي الله عنه قال وقال يا أهل كذا
إنكم لن تزالوا بخير ما أبقي هذا فيكم أو مثل هذا. باب قوله: والجروح قصاص. وعنه قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك رضي الله عنهما ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: عم أنس بن مالك، لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. باب: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه؟ فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك. الآية. باب قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وعنه قال: حدثنا علي بن سلمة قال: حدثنا مالك بن سعير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل لا والله وبلى والله. وعن أبي قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا النضر عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر رضي الله عنه: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. باب: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وعنه قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. باب قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور، والنصب أنصاب يذبحون عليها. وقال غيره: الزلم القدح لا ريش له وهو واحد الأزلام. والاستقسام أن يجيل القداح فإن نهته انتهى، وإن أمرته فعل ما تأمره. وقد أعلم القداح أعلاما بضروب يستقسمون بها، وفعلت منه قسمت، والقسوم المصدر.
وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. وعن أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ فإني لقائم أسقي أبا طلحة رضي الله عنه وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا وما ذاك؟ قال حرمت الخمر. قالوا أهرق هذه القلال يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وعن أبي قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وابن إدريس عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل والخمر ما خامر العقل باب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى قوله والله يحب المحسنين. وعنه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن الخمر التي أهريقت الفضيخ. وزادني محمد عن أبي النعمان قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة فقال أبو طلحة اخرج فانظر ما هذا الصوت. قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي اذهب فأهرقها. قال فجرت في سكك المدينة. قال وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ. فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم. قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. باب قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وعن أبي قال حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوههم لهم حنين. فقال رجل من أبي؟ قال فلان. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة. وعن أبي قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حتى فرغ من الآية كلها. تفضل سيرون. باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وإذ قال الله يقول قال الله: وإذ هاهنا صلة، المائدة أصلها مفعولة، كعيشة راضية وتطليقة بائنة، والمعنى ميد بها صاحبها من خير، يقال مادني يميدني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: متوفيك مميتك. وعن أبي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل، ثم تثني بعد بأنثى. وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحامي فحل الإبل، يضرب الضراب المعدودة، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحامي. وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سمعت سعيدا قال يخبره بهذا. قال: وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ورواه ابن الهادي عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثني تفاجئ الترين أبيس وعن أبي قال: حدثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني قال: حدثنا حسان بن إبراهيم قال: حدثنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. باب: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وعن أبي قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا المغيرة بن النعمان قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إلى آخر الآية. ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم،
ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا ربي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. باب قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم محشورون، وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم. سورة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتنتهم معذرتهم معروشات، ما يعرش من الكرم وغير ذلك، حمولة ما يحمل عليها، وللبسنا لشبهنا، ينأون يتباعدون، تبسلوا تفضحوا، أبسلوا أفضحوا، باسطوا أيديهم، البسط الضرب، استكثرتم أضللتم كثيرا، ذرأ من الحرث، جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيبا، وللشيطان والأوثان نصيبا. أما اشتملت، يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى؟ فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا؟ مسبوحة مهراقة، صدف أعرض، أبلسوا أويسوا، وأبسلوا أسلموا، سرمدا دائما، استهوته أضلته، يمترون يشكون، وقر صمم، وأما الوقر الحمل. أساطير، واحدها أسطورة وإسطارة، وهي الترهات البأساء من وهي الترهات البأساء من البأس، ويكون من البؤس. جهرة معاينة. الصور جماعة صورة، فقوله صورة وصور. ملكوت ملك، مثل رهبوت، خير من رحموت، ويقول ترهب خير من أن ترحم. جن أظلم، يقال على الله حسبانه أي حسابه، ويقال حسبان مرامي ورجوما للشياطين. مستقر في الصلب، ومستودع في الرحيم. القنو العذق، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل صنو وصنوان. باب: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. عن أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفاتيح الغيب خمسة، بل مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. باب قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الآية، يلبسكم، يخلطكم من الالتباس، يلبس يخلط شيعا فرقا. وعن أبي قال حدثنا أبو النعمان
قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. باب: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وعن أبي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحابه: وأينا لم يظلم؟ فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. باب قوله: ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. عن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وعن أبي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. باب قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وعنه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: أفي صاد سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا: ووهبنا إلى قوله: فبهداه مقتده. ثم قال: هو منهم. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يونس عن العوام عن سهرون مجاهد قال: قلت سهرون لابن عباس رضي الله عنهما: سهرون فقال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. سهرون tadi saya baca Sahl ibn Yunus, yang betul Sahl ibn Yusuf. Suara Ustaz tak dengar saja. Sahrul? Ya, saya. Tadi Ustaz baca Sahl ibn Yunus, yang betul Sahl ibn Yusuf. Suara Ustaz tak 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 berapa dengar? clear lah. Sahl ibn Yusuf. Ustaz sebut Sahl ibn Yunus. Anda dengar tapi tak clear suara Ustaz. Cuba sekali cakap saja. Ustaz baca tadi Sahl ibn Yunus, yang betul Sahl ibn Yusuf. Okey, okay, insya-Allah. Summa qala huwa minhum. Sada Yazid ibn Harun wa Muhammad ibn Ubaid wa Sahl ibn Yusuf عن العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. باب قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ذي ظفر البعير والنعامة الحوايا المبعر. وقال غيره: هادوا صاروا يهودا. وأما قوله: هدنا تبنا هائد تائب.
وعن ابي قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب قال عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوها. وقال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد قال كتب الي عطاء قال سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا سجود وبإليه قال باب قوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لا أحد أغير من الله، وذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، لذلك مدح نفسه. قلت سمعته من عبد الله؟ قال نعم. قلت ورفعه؟ قال نعم. باب وكيل حفيظ ومحيط به. قبل جمع قبيل، والمعنى أنه ضروب للعذاب، كل ضرب منها قبيل. زخرف كل شيء حسنته ووشيته وهو باطل فهو زخرف. وحرث حجر حرام، وكل ممنوع فهو حجر محجور، والحجر كل بناء بنيته. ويقال للأنثى من الخيل حجر، ويقال للعقل حجر وحجًا. وأما الحجر فموضع ثمود، وما حجرت عليه من الأرض فهو هجر. ومنه سمي حطيم البيت حجرًا، كأنه مشتق من محطوم، مثل قتيل من مقتول. وأما حجر اليمامة فهو منزل. باب قوله هلم شهداءكم، لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجميع. باب لا ينفع نفسا إيمانها. وعنه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وعنه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية سورة الأعراف. قال ابن عباس رضي الله عنهما ورياشا المال المعتدين في الدعاء وفي غيره عفوا كثروا وكثرت أموالهم. الفتاح القاضي افتح بيننا اقض بيننا. نطقنا رفعنا انبجست انفجرت. متبر خسران. آسى أحزن. تأسى تحزن. وقال غيره ما منعك ألا تسجد يقول ما منعك أن تسجد. يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة
يؤلفان الورق يخصفان الورق بعضه إلى بعض. سوآتهما كناية عن فرجيهما ومتاع إلى حين. ها هنا إلى القيامة، والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عددها. الرياش والريش واحد، وهو ما ظهر من اللباس. قبيله جيله الذي هو منهم. اداركوا اجتمعوا، ومشاق الإنسان والدابة كلهم يسمى سموما، واحدها سم وهي عيناه ومنخراه وفمه وأذناه ودبره وإحليله. غواش ما غشوا به، نشر متفرقة، نكد قليلا، يغنوا يعيشوا، حقيق حق. استرهبوهم من الرهبة، تلقف تلقم. طائرهم حظهم طوفان من السيل، ويقال للموت الكثير الطوفان. القمل الحمنان يشبه صغار الحلم، عروش وعريش بناء. سقط كل من ندم فقد سقط في يده الأسباط، قبائل بني إسرائيل. يعدون في السبت يتعدون له، يجاوزون تعدو تجاوز. شرع شوارع، بئيس شديد. أخلد قعد وتقاعس. سنستدرجهم نأتيهم من مأمنهم، كقوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من جنون. فمرت به، استمر بها الحمل فأتمته. ينزغنك يستخفنك طيف ملم يستخفنك طيف ملم به لمم، ويقال طائف، وهو واحد. يمدونهم يزينون. وخيفة خوفا وخفية من الإخفاء. والآصال واحدها أصيل، ما بين العصر إلى المغرب، كقوله بكرة وأصيلا. باب قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال: نعم. ورفعه قال: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، فذلك مدح نفسه. باب. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرني أعطني. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني
عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد لطم وجهه، وقال: يا محمد، إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. قال: ادعوه. فدعوه، قال: لم لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت: وعلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذتني غضبة فلطمته. قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. باب المن والسلوى. وعن أبي قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. باب: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال: حدثني بسر بن عبيد الله قال: حدثني أبو إدريس الخولاني قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة، فأغضب أبو بكر عمر رضي الله عنهما، فانصرف عنه عمر رضي الله عنه مغضبا، فاتبعه أبو بكر رضي الله عنه يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو الدرداء: ونحن عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما صاحبكم هذا فقد غامر. قال: وندم عمر رضي الله عنه على ما كان منه، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقص على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: وغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل أبو بكر رضي الله عنه يقول: والله يا رسول الله، لأنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر رضي الله عنه: صدقت. باب قوله: وقولوا حطه. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم،
فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. طيب أظن نكتفي بهذا وبالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala direzekikan lagi pada hari ini seperti hari-hari yang sebelumnya. Dengan membaca Sahih Al-Bukhari, kita telah pun selesai membaca hadis yang ke-4686 daripada 7658 hadis Sahih Al-Bukhari. Satu nikmat dapat membaca Sahih Al-Bukhari sehingga melepasi 1/2 Sahih Al-Bukhari. Moga-moga Allah Azza wa Jalla merezekikan kepada kita dapat mengkhatamkan kitab ini dalam bulan Ramadan. Allahumma amin. Dan Amin. dalam masa yang sama, moga-moga Allah Azza wa Jalla mengangkat wabak COVID-19 ini daripada Malaysia biiznillah subhanahu wa ta'ala dengan berkat bacaan sahih Al-Imam Al-Bukhari biiznillah subhanahu wa ta'ala. Moga diangkat wabak ini dari Malaysia, dari Asia Tenggara, daripada dunia Islam dan juga daripada dunia seluruhnya tanpa berkecuali. Allahumma amin biiznillah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada Fadhil Ustaz Yuzaidi, juga kepada semua yang telah bersama-sama dalam majlis pembacaan Sahih Al-Bukhari pada hari ini. Moga-moga semuanya dalam jagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih. Jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kathira.